نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها: برنامج ذكاء اصطناعي يحدث ثورة في مكافحة الجرائم. طورت جمعية ماكس بلانك العلمية برنامج ذكاء اصطناعي يحول صور ذات دقة وضوح منخفضة إلى أخرى تتمتع بدقة وجودة عاليتين، فتصبح أكثر حدة وقوة وتظهر تفاصيل أكثر، ما يسهم كثيرا في مكافحة الجرائم من خلال تحديد وجوه المشتبه فيهم، حتى وإن كانت صورهم الملتقطة بالهواتف الذكية أو كاميرات المراقبة تبدو ضبابية ومشوشة. إلى صحيفة القبس الكويتية: اكتشاف أسنان متحجرة في بريطانيا للإنسان الأول. اكتشف طالب في بريطانيا أسنانا حيوانية تشبه تلك العائدة للجرذان، عمرها 145 مليون سنة، وتعود لحيوان من سلالة الثدييات المرتبطة بالبشر على ما أعلنت جامعة بورتسموث. وأشارت الجامعة إلى أن هذه أولى المتحجرات المثبتة لثدييات تنتمي إلى السلالة التي تقود إلى الجنس البشري. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدينا نطالع منها: 6 أيام عطلة لغير المدخنين. بدأت شركة يابانية بمكافأة غير المدخنين من موظفيها بأن يحصلوا على 6 أيام عمل مدفوعة الأجر، تضاف إلى إجازاتهم السنوية كتعويض عن الوقت الذي يقضيه زملائهم في الصعود والنزول من البرج للتدخين خارج المكتب. ومنذ بدء البرنامج في الأول من شهر سبتمبر أيلول الماضي، نجح 4 موظفين في الشركة من أصل 42 مدخنا في الإقلاع عن تلك العادة. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد، قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.